شوفي شوفي انا اجيك من الاخر انتي عينك خايبه فين ما كنقولك شي حاجه ما كتسمع حسيت بالشمتة من الاخر ما نكذبش عليكم هادشي كيعبر على خلاف اذا نتوما سالينا بلا ما ندوش مرضيه فراس زعمي مرحبا بكم معنا فيديو جديد كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي ندير لكم واحد برانك خطير 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 غنديروه في سلمى المهم دابا حنايا غادي خارجين فهمتوا سلمى غادي تجي معنا حنا غادي خارجين ولكن قلنا قبل ما نخرجوا نشدوها شويه لا ما نشدوهاش ولكن غادي تاثر شويه ممكن قلنا قبل ما نخرجوا نشدوها نديروا لها البرانك وصافي حنايا هذا العام بثلاثة خدينا الباك دابا شنو غادي نقولوا لها غادي نقولوا لها باللي الحمد لله وكتش معاولة عليه غادي نقولوا لها بلي انا وفاتي غنمشيو نكملوا قرايتنا في الاسبان هي ديجا سامعانا كنهضروا في هذا الموضوع ولكن ما مكناش متاكدين من حتى شي حاجه دابا غادي ناكدوا عليها نقولها صافي نقولها طلعت لنا الفيزا ياك انا صدقني نقول لها طلعت لينا الفيزا وغادي نقول لها خبينا عليك ما بغيناش نقولوا لك باش ما تحسديناش نقول لها باش ما تحسديناش اصلا ما تريش المهم خليكم معنا باش تشوفوا هذا البرانك وما تنساوش تخليو لنا لايك وسبسكرايب المهم حنا دابا غادي نخبيو الكاميرا في شي بلاصه الستريس ما عرفتش علاش غادي نخبيوها دابا في شي بلاصه هي قربت تجي دابا شويه غادي تجي سير شوف واش مزيان زين شوف حاولي تخليها تجلس هنا لا عادي حاولي تخليها تجلس هنا صافي المهم حنا دابا كنتسناو في سلمى باقا ما جاتش تعطلات هي غاتجي دابا شوية المهم هي سلمى وصلات وصلات لتحت حنا قلنا لحنا باقي ما واجدينش غير طلعي يا رب ما يزلقش لينا من اللي يكون كان هضروا معاه ماشي نقول لك عندك هذا الشيء يطيح صافي صافي مزيان صافي بسرعة حلي لي الباب راه جاي مبروك عليك حبيبه بعدا مبروك عليك تفشي واخا غتوحشك شي تمكين بس ايش الموضوع صافي راه كاين بس خشيه لا دابا تشيا تقدري شي حاجه عندك نزورك مره مره فهمتي ما عرفتش انا داك ما دابا ما ملي عرفات فاش طلعت لها الفيزا دفعات لي وطلعت هي جات عندك غنشوف شهر في الاخر ديال الاوت 2000 اقسم بالله يمكن قلتي لي غندير شي حوايج ندير راسك بجوج انا كنبغي لا لا ما بغاتش ماما دابا اصلا اش كنفعل انا خصني ما بغاش ماما عرفت صاحبتي راه واعر انا كنت قلتي لي الا نجحتي قلتي لي الا نجحنا سلمى غادي ندير بجوج راسك انا ما كنتش باغا ندير راسك ولكن دابا انا شفتي انا كنتحكم دابا غير سمعها خاولة كنت باغا نفعل لي زيكور علاه قبل قلتي لي سلمى الا نجحتي انتيا نديرو بجوجنا راسك قلت لك صافي بغا سمع دابا انا ماشي انا اللي اختاريت هادشي ماشي راجع ليا ماما كنا ممكن نلعب في الفيزا كنت عايشه شحال هادي ماشي دابا انا في شهر جوج على اساس كنا غادي نمشيو في الصيف انا كنت ماشي دابا انا شهر شهر واحد الان جاي وصافي غادي يزيدونا هادشي اللي دخلنا في كورونا ياك ولكن دابا انا ما كنتش ناويه زعما غادي نمشي وغادي نقرا غادي تصيفطنا باش نتعرف واش قريت تما اه كنت
كاينش ما قلتيش ليا خاوي ماشي مشكله باش تمشي سيري ما عنديش مشكله الله يسهل عليك انا ما درتش خاوه صاحبتي لكن ماشي مشكل هي تخشيه هادشي الحاله واش راك عزيزه عليا صاحبتي دابا انا ما فهمتكمش درتو ليا هادشي كنت فلا مشيتو كنت فلا وطلعين عليا لا لا والله ما كنت مطلعه اصلا انا طلعت كل طرح حيت شرا لي فاتك كنت عارفه غاش نمشي ماشي دابا معايا اصلا انا فاتك ماشي كنت ماشي شي حاجه شافتني ولكن انت ما درتيش فيها هادشي ولكن انا واش كنت عارفه انت انا هي عارفه كيفاش كنت عارفه انت امك فعلت لي داك اليوم كنتي عارفه ولا ما فعلتش ليا امك قالت لك كنتي ما عارفاش تبقيش خابقه صاحبتي انت قلتي لي سلمى الا نجح البلاد الا نجحتي الا نجحتي زعما ولا 100% دابا ماما غير كتفشي كتدفع الفيزا والا طلعات ولكن شوفي واش كتدير دابا اصلا كتمشات معايا حنا انا معايا الدافيه كاينه داكشي ديال الفيزا هي كتعرفني بغا ندفع لك انا ما عنديش لا ما ندفع ليه ولكن هي قالت لي استنى الى نجحنا غادي نديرو لها فاك الجوج قالت لي انا ما غاديش نطلع فاك شنو فيها انا ما عندي ما ندير فاك غنمشي نقرا ديك الشامبو شي نقرا فيزيك في لافاك غنمشي لا ما نقرا هي قالت لي استنى ما غاصبري ديري والو غنمشحو غندفعو بجوجنا لافاك ودابا انا وهادشي ماشي كنقول لك هادشي ماشي اختيار ديالي هادشي ماما اللي قراته وصافي قالت لي كل ما قالت لي ما غاديش نرجع ولكن واخا نضرب راسي مع الحال ما غاديش ترجع في هضرتك مصدي انا ماشي شي حاجه وغادي تجي عندنا وصافي دابا انا كنت فهمتي انا عارفه غادي نبقى في كل حال وكلشي الحياه تبقى في لا زعما ما غاديش تغادش خايفه انا حيت حنا صحابات ثلاثه وكلشي صاحبتي وانت صاحبتي ما غنبقاش في الحب ماشي غادي نبقى في الحب باش نتوما ما عرفتش كيفاش غادي تجيني دابا حيت حنا كنبقاو مع بعضياتنا بزاف وايوا داكشي علاش ولكن دابا ما تخافش ليه ودابا شوف هادشي ما نقدرش نرجع للور صح انا بغيت نمشي انا ترمى السر على كل كنت نمشي معايا هادشي نهار اللور هذا باش شي غير شي انا قلت لك ماما اش راه اصلا ما عرفتش شنو فين ماما الاخرى مره العيد ما عرفتش شنو كاين لا ولا شوفي سمعي اش كيقول لك الحديث شوفي شوفي اش كيقول لك الحديث انا الصراحه قعدت في قبعه ولكن انا قلت لهم ما تقول حتى شي واحد صافي واش بغات دير خوتك البلان ديال الا عرفوا الناس راه غتضرب بالعين تمشي ديال هذا باش خباش وخلي انا معوقه شي حاجه ديرها بالكتمان باش تصدق ولكن صحيتي انت دابا على الا ولكن بالكتمان تقول لي سلمى دفعي لي زيكم ما تخليش انا معوقه غادي ندير لافاك بوحدي انا ما غاديش ندير لافاك بوحدي صح هاد القضيه انت راه باقي دابا الحال لا ما بقاش دفعي لي زيكم ما بقاش خويا الحال لي سي تسدو باقي الحال باقي حتى 28 حتى تسدراكي باقي باقي الحال صاحبتي دفعي دابا صافي دابا يلاه انا دخلت خرجت طلعت من الدار باش نقول لك لا لا مشي لدارنا ابي انا مشي لدارنا اصلا دابا فات الحال شحال الساعه دابا انا خاصني نرجع قلت لي ماما رجع مع 9 شحال الساعه دابا بلا ما ديري لنا بحال هكا هادشي شنو كيبين حسيتيني راهي هادي فاش قلت لك حسيتيني حسيتك اخويا واش مني تقول لي واش طلعت باش كتقولي هادشي الصراحه اصلا هي الايام الاخرى غادي نقولوا لك هادشي غادي تفرحي لينا وتقولي لينا الله يعاونكم وغادي نرجعوا وغادي ترجعوا وغادي نجيو مزيان شنو كعبر على الحساب في لي فاكونس وداكشي وكنتي درتي هاد الحاله وقلت بديتي علينا غادي نمشي للدار شنو كتخنزري فيا هادشي كعبر على الحساب واش شنو غادي نمشي للدار يطلع لك الدم صحتي على شي حاجه بحال هكا ما كاينش هادشي شوفي ادريش بدا حسيت بالشمت من الاخر ما نكذبش عليكم بقا الشمت حيت هي شوفي العيب هي دابا بصح ما دارتش فيها مي صلاح ولكن العيب انت حليت ما عارفينها انت هي كنا عارفينها كنا صاحبتي كنا واش كنا عارفين ولا ما كناش عارفين كنا عارفين فاطمه ايه كيفاش الله يسهل عليها ولكن هي حتى هي هي كانت عارفه هي كانت عارفه راسها غاده ما كانش عارفه قالت لي انا ما زدوش معايا انا فاش عرفت هي قالت لي باش هي فاتي قالت لي فين وكيفاش وشحال الفيزا وداك الشيء وبشحال اصلا هادشي ديال القرايه ما فيهش حنايا صحابات خصنا نقراو مع بعضياتنا انت قرايه هادشي اللي بغيتي وانا نقرا داكشي اللي بغيتك واش قلتي لنا هو زعما راه انت اللي قلتي لي ديري معايا لافا قلت لك انك تدير معايا لافا قلت لي غادي نجح صاحبتي اللي بغيتي غير ندير معاك ولا انت يا اخي انا غادي نلافك لا لا كي غادي تمشي ما غاديش اصلا تبقى في المغرب غتمشي وصحتي تخيا صحتي ولا بلوك تمات ولا تعدنا لا صافي وقتها ولا شي انا كنت مشيت بلاصه غنمشي لها ماشي ولكن دابا هي عندك في واحد الوقت المعطل انا شنو تقولش على امك باش على البار شحال انا شنو بغيتي ما نمشيش على قبلك لا سير نتلقى على قبلي ايوا صافي مع عندي نخش سير تحملنا انا يا خويا ماك غادي تشتي عليا سير الله يسير باش قلت لك شي حاجه كنتي شوفي شوفي انا نجيك من الاخر انتي عينك خايبه فين ما كنقول لك شي حاجه ما كتسمعش شي ما كنت قالش هادشي خصو يعرف حتى شي واحد باش يسهل فيه الله وانا دابا غادي نمشي و
صاحبتي يا صافي صاحبتي قري في لافاك ديري اللي بغيتي انا غادي نمشي حتى انا خاصني نشوف نص قبالي هادشي راه ما خصناش نبقاو حنايا صحابات في كلشي صافي اش كاش كيتقال اختي قبل هادشي راه ولا كيتقال شحال هادي حنايا صحابات حنايا صحابات ما نتفارقوش حنايا صحابات نوصلوا للقمر نبقاو صحابات نضربوا بقبات ولكن انا خشي شكون قال لك انا صاحبتك كضحكيني كيفاش نبقاو صحابات هي صح حتى دابا المستقبل ما كاينش صحبه الصحبه راه في التليفون والمعزه في القلب والله في التليفون معزه في القلب معزه صافاتي دابا في العام حتى تشغل العام اه هدي معاك فرحانه بيا حيت غادي نمشي نولى سعيد علاش كضحكي قولي لي انا فرحانه انت اصلا قلتي لي خبي عليها قالت لي باش الا بغيتي تمشي بعيد وداك الشيء كنت بصح انا كنضحكش وانت انا خبي انا علاش كلا ما تقول ماشي حيت ماشي ما بغيتيش قالوا لي دوش معايا انا ما كانت خاوله ما في خبار حتى حاجه قالت لي كيفاش دفعتوا الفيزا وبشحال هنا صافي دوينا هي فاش مشات حتى ماما تاكدات وعرفت اصلا بلي تقدر تدفع الفيزا وداك الشيء وقالت الخاوله صافي انا قلت لها كيف ما انا صافي حتى انت سكتي ما تقولي حتى حاجه واخا انا اصلا قلت لكم داك النهار كاين عرفنا شنو كاين كانت كورونا وكانت شي حاجه باش نقولوا حنا شي حاجه ونبقاو كنتلاقاو يوميا ما راه ما تقالش عيا هادشي يعني اذا اللي مخبي هادشي مش حمل حاجه اش هما شي عدوات هادشي تخبى واش حنا اللي دابا انت عدوات ما انت صاحبتنا ولكن راه ماشي شي حوايج شخصيه ما خصكيش تعرفي كل شيء اصلا شنو مشكل انت قلت لك شي حاجه قلت لك والو صافي المهم اختي راه بغيت نقول لك بلي ما بقى والو داكشي خصنا ندوزو دابا الوقت مع بعضياتنا بزاف لا خصني سير روح شقال واحد الصحاب جداد ندوز معاهم في رون ولا في شي شيء صافي صافي سلام ماما عاد خسرنا بسلامة شي خسرنا انت ما خسرتش عليا شي حاجه فخسر عليك انا ما خسرتش عليا واش بغيتي نخسر عليك حنا دابا قلنا لك وباقي الحال باقي شهر صافي سير باقي شهر 15 يوم سيرو انا باش نجيب لك شي حاجه بصح شي حصل لي سبون قريبه نبقى نهضوا في بعض باش نمشي لك عندنا وعادي هما بحال في طنجه ايه صافي ما يبقاش في الحاله صاحبتي سير صاحبتي انا ان شاء الله غادي ندفع ليها تخرج ليا غادي تمشي لسبون نخرج تشوف كمات علاش كديري بحال هكا سامح حنا ما بينا كنت حاجه العين تمشي بقى فيك الحال شنو باش حسيتي ما عرفتش كيفاش ما عرفت كيفاش ما عرفت دابا انا ما بقاش فيا الحال ماشي ما بقى فيا الحال حيت انت قلتي غير تمشي وبعدين مشيتي حيت انت كنا دايرين بروغرام كنديروا بروغرام في السيت شو تقولي دري اندرو اليوت ما تحلم طالع ولا كنت على راسي هبط
برانك بيناتش. دونك انا باش حسيتي تي سونتيما حسيتي غتبقاي بوحدك قافك الحال قافي الحال قصخ الناس بشتم تحت بالغدر حسيت مجاتكش غريبة هادشي لا لا صحابي غير شي مش حيت انا نبدل شي كاميرا محطوطة فهمتي بس انا هاد الموضوع كنت عارفة فاتي عارفة مشيت ما غاديش انا غاتحي بل انا وبرانك ايوا صحبتي حتى انت بصحتك بصحتكم بجوج انتظروني في البرانك الجاي اسبانيول لبلجيكا القصف السريع يلا باي باي بلاتي ديروا ابوني وديروا جيم باي باي حتى لو زعما ضربت شوفوا الفيديو مع صحابكم هاد الحاجه ما عرفت ما طالع يلا بيزو كنبغيوكم